اتفضل يلا يا باشمهندس. ها دلوقتي ما قلنا ما ينفعش نشيل الباور طول ما في عندنا حاجه حواليها. مين موجود عندنا؟ الكوارتر والتو. مين يمشي الاول؟ التو. يعني بلس نوديها الاول ماينس. اتفضل لي هنا كوارتر اكس بار 2 ايكوال 66 ماينس 2 ايكوال 64. فعلا مين موجود لسه عندنا هنا؟ الكوارتر. لسه يعني بتعمل ايه؟ تايمز يا حبيبي صح؟ وديها الناحيه الثانيه ايه؟ هي بتعمل تايمز. لا وديها ايه؟ ديفايد. يبقى اقول اكس بار 2 ايكوال 64 ديفايد كوارتر. ادينا كام؟ لو معاك كلمتين هيطلع معاك على طول الاجابه. 64 ديفايد 4 او ديفايد كوارتر. فعلا 256. نكمل. مين موجود لسه عندنا؟ البار. نشيل البار بايه؟ روت عادي ولا كيوبيك؟ روت عادي. ليه عادي؟ عشان هنا باور 2. يبقى نعمل روت عادي هنا، روت عادي هنا. يبقى ايه اللي يحصل؟ الباور يشيل الروت يتفضل لي اكس. ها؟ روت 256 16 فعلا صح. اخر خطوه عندنا، قول لي هنا بقى يا باشمهندس ال 16 موجوده في كيو داش؟ فعلا صح. يبقى يا جماعه هنا السوليوشن سيت ايكوال